لقد غدا بيت محمد بن علي مقرا لكل طالب علم وصاحب مسألة يا أمير المؤمنين. إنما يفعله محمد بن علي وولده جعفر ذنب لا يغتفر، وما يصلني من أخبارهما لا يسر، فلتأتيا بهما إلي الآن. يا أمير المؤمنين، لقد بعثت إلى إبراهيم عاملنا على المدينة ليشخصهما إلى دمشق. حسنا فعلت يا مسلمة، لن أتغاضى عنهما ولا عن أتباعهم حتى ولو كانوا في آخر الدنيا. هما من قريش، نحن أيضا من قريش، بل نحن من أبي سفيان، من سيد في الجاهلية والإسلام. والآن قل لي يا عطية، ماذا يقصد محمد بن علي إذ يقول نحن صفوة الله في خلقه؟ يا أخي، إن الإمام الباقر هو محمد بن علي بن الحسين. الحسين بن علي بن أبي طالب؟ نعم يا أخي، وهم يقولون إن الإمامة والوصاية مجعولة في علي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مجعولة؟ نعم مجعولة يا أخ اليمن. يقولون إن الله أراد عليا خليفة بعد نبيه، وقد بلغه النبي بذلك. سمعت بمثل هذا، لكن ذاك زمان وهذا زمان آخر وانتهى الأمر. لم ينتهي يا صاحبي، فالطالبيون يؤمنون بأن النبي قد ترك في الناس 12 خليفة يتلو بعضهم بعضا، وأولهم علي بن أبي طالب. ليس هذا مختصا بهم، فقد روينا عن جابر بن سمرة أن النبي قال يكون بعدي 12 خليفة كلهم من قريش، لكننا لم نسمع أن علي بن أبي طالب أولهم. هو اعتقادهم، يقول إن النبي جعل خليفة له في مواطن شتى، منها يوم الغدير. والآن هم يقولون إن محمد بن علي هو الإمام الخامس وجعفر السادس. هكذا يعتقدون. إذا كانوا هم الخلفاء، فمن يكون هشام بن عبد الملك؟ طاغية كأسلافه، مغتصبي حق آل البيت في الخلافة. هل أنت منهم؟ دعك من كل هذا، وهيا بنا لنأكل، فأنا أشعر بالجوع. هيا. كل من دان لله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله. ولما يا مولاي قعدتم عن طلب الخلافة وتركتموها لمن هو دونكم ولا يستحقها فتؤمره الناس؟ لقد أشرت إلى الإمامة ولم أتحدث عن الخلافة، فهي شأن أهل الدنيا وأهل السياسة، وأنا لم أقصدهم. بعض الناس لا يفصلون بين الخلافة والإمامة، فالخليفة عندهم إمام والإمام خليفة. أولئك كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها، فاستغل الذئب حيرتها وضياعها فهجم عليها وأكلها. يا مولاي، رقاب العباد بين سيف الجلاد وخواء البطون، لا يدرون ماذا يفعلون ولا إلى أي قطيع ينضمون ومن أي عين يشربون. والله يا جعفي، من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل وعز ظاهرا عادلا فهو تائه ضال. واعلم يا جعفي أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، وأعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لن يكسب منه شيئا، وذلك هو الضلال البعيد. ورد يا أخي، والله إني لا أخجل أن أطلبها لنفسي. ادخل أنت إليه وعد إلي بما يقول، وأنا أنتظرك هنا. لك ما شئت يا أخي،
يا سيدي، لقد استعدى الكميت بني أمية بما قاله فيكم من مديح، فقد أهدر هشام دمه والقسري يترصده في كل مكان. نعم، لقد وصلني ما قاله فينا. فبعد قول الفرزدق في أبي زين العابدين لم يقل أحد شعرا أجمل من شعر الكميت. وهو الآن ليس آمنا على نفسه وعياله من بطش خالد القسري وانتقام هشام وغضبه. وما عساني أفعل لأحميه؟ أن تأذن له أن يقول شعرا يمدح فيه بني أمية حقنا لدمه، فليس له شفيع إلا شعره. إن لم يكن هناك ما يغضبكم ويغضب الله فأجزه يا سيدي. نعم هو في حل، فليقل ما يشاء وليأمن على روحه كما يرى، وأبلغه أن يمر بمجلسي لأراه. أبا المستهل، أبشر يا أخي، أبشر. بماذا أستبشر؟ هل رأيت مولانا محمد بن علي؟ فعلت وأكثر. قل يا ورد، أرحني يا أخي. قلت له إنك طريد بني أمية وإنهم راغبون بقطع لسانك وسفك دمك، فهل تأذن له بمدحهم ليأمن على نفسه من سيوفهم؟ وماذا كان رده؟ قال إنه في حل من أمره فليفعل ما يشاء. والله إنه لعالم بما في قلبي، وأن مدح طغاة بني أمية لا يعدو لساني، ولولا خوفي على رأسي لما ذكرتهم إلا بسوء. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. وجزاك عني خيرا يا ورد، هيا بنا إليه. تفضل يا أخي. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك. وعليك السلام يا كميت، أهلا بك. جعلت فداك، إني قلت فيكم شعرا أحب أن أنشده. يا كميت، أذكر الله في هذه الأيام المعلومات وفي هذه الأيام المعدودات. لكنها أبيات قلتها فيكم يا سيدي، وقد ضاق صدري بكتمانها. هات نسمع ما عندك يا كميت. من لقلب متيم مستهام، غير ما صبوة ولا أحلام، طارقات ولا الدكار غوان، واضحات الخدود كالآرام، بل هواي الذي أجن وأبدي لبني هاشم فروع الأنام، للقريبين من ندى والبعيدين عن الجور في عرى الأحكام، والمصيبين باب ما أخطأ الناس ومرسي قواعد الإسلام، والحماة الكفاة في الحرب إن لف ضرام وقوده بضرام، والغيوث الذين إن أمحل الناس فمأوى حواضن الأيتام، أسرة الصادق الحديث أبي القاسم فرع القدامس القدام، خير حي وميت من بني آدم طرا مأمومهم والإمام، طيب الأصل طيب العود في البنية والفرع يثربي تهامي. أحسنت ووفيت يا كميت، جزاك الله عنا خيرا. مولاتي، هذه قصة زوجي، ويعلم الله أني جئت دمشق قاصدة وجه الله وأنت، لكثرة ما سمعت عنك من أخلاق عالية وأفعال حميدة تنم عن أصل طيب، أدام الله عزكم وسلطانكم. ولكن زوجك؟ زوجي خطاء، ولك الثواب إذا شفعت له لدى أمير المؤمنين، حفظه الله لك سالما، تعيدينه إلى جادة الصواب. أنا لا أشفع في حد من حدود الخليفة. ما قلت إلا الحق، ولك مني الوعد، بعد هذا اليوم لن يسمع منه الخليفة إلا ما يرضيه ويسر خاطره. لا أدري ماذا يا مولاتي، كلنا في بلاد العراق
يعلم معزتك ومكانتك العالية لدى أمير المؤمنين، وبشفاعتك لزوجي طار صيتك عاليا، والناس ستسر منك وتعمل ما فيه رضاك عنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أم هاشم. أريد بعض الأرغفة. بكم الرغيف؟ سامحك الله يا خالة، لو كان العم هاشم مكاني هل سيطلب من أمي نقودا؟ رحم الله ابني هاشم وحفظك من كل سوء، ولكنني لن أخذ رغيفا واحدا إلا قرضة لحين ميسرة. حسنا موافق، كم رغيفا تريدين؟ 6 يا ولدي. يا أبا جعفر، حدثنا عن قول الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور والله الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض، لنور الإمام في قلوب المؤمنين، أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا، فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. هذا هو محمد بن علي، هذا الذي فتن به أهل العراق. نعم يا سيدي، هو ذا جالس يعظ الحجاج. ستذهب إليه وتخبره بما آمرك به. يحشر الناس على مثل قرص الخبز البر، منها يأكلون حتى يفرغ من الحساب. وفي هذا قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قل لها ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ يا أبا جعفر؟ هيا. هم في النار أشغل، ومع ذلك لم تشغلهم النار أن قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. لا بأس عليك يا أبا وائل، عافاك الله. الحمد لله. أمّا فديتك بأبي وأمي يا أمّا، مددوني بقربها، مددوني بقربها. عمك بخير يا أخي. ومن هذا الفارس الشهم؟ هو من أنقذنا من اللصوص وقطاع الطرق يا طلحة. اسمحوا لي. تفضل أيها الطبيب، تفضل. حسبي الله ونعم الوكيل.
بارك الله بك. رافقتك السلامة أيها الطبيب، رافقتك السلامة. أهلاً. لا شلت يمينك أيها الفارس المخدام والبطل المغوار. شكراً لك. أنت اليوم في ضيافتنا. شكراً لك يا أخي. لا تكلف نفسك بشيء فأنا مغادر. لا والله، لن تخطو خطوة واحدة خارج هذه القرية إلا بعد أن نقوم بواجب ضيافتك. شكراً لك. تشكرني يا رجل؟ وأنا من يجب أن أشكرك لإنقاذك عمي؟ أنا لم أفعل شيئاً ليستحق كل هذا الثناء. أنت فارس قليلاً ما تجود الأزمان بمثله. يا أبا جعفر، إن الناس يقولون في الحسن والحسين ما يقولون في الحسن والحسين عليهما السلام. ينكرون عليهما أنهما ابن رسول الله، ويقولون بل هما ابن علي عليه السلام. فبأي شيء احتججتم عليهم؟ رددنا عليهم بقول الله في عيسى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. فجعل الله تعالى عيسى من ذرية إبراهيم وهو من طرف أمه. أحسنت. واحتججنا عليهم بقوله تعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فأي شيء قالوا؟ قالوا: قد يكون ولد البنت من الولد ولا يكون من الصلب. والله يا جابر، لأعطينكم من كتاب الله آية تسميها أنهما لصلب رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يردها إلا كافر. جعلت فداك. أي؟ حيث قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فسلهم يا جعفي: هل يحل لرسول الله نكاح حليلتي الحسن والحسين؟ فإن قالوا نعم له صلى الله عليه وآله أن ينكح حليلتيهما فقد كذبوا والله، وإن قالوا ليس له أن ينكح حليلتي الحسن والحسين فليس من علة إلا لأنهما أولاد رسول الله لصلبه صلى الله عليه وسلم. خديجة، إلى من تنظرين؟ خالتي.
الذي جاء بك في هذه الساعة يا أبا جعفر؟ الطالبيون من أتباع زيد. ولما أنت قلق بشأنهم؟ بل أنا قلق منهم لا عليهم. لا تقلق يا أبا جعفر، فهم يعملون ونحن نعمل، لهم دعاة ولنا دعاء، ولكن لا أريد أن أفصح عن كل ما لدي في هذا الوقت. أطمئن، فمن يفلت من عيوننا وسيوفنا تتلقاه عيون هشام وسيوفه. لماذا تفكر وتجلس وحيدا؟ لقد تسللت إلى قريتنا ورأيت أختي شيماء، قد رق قلبي لها وكاد ينفطر، كما أنا مشتاق لها. صدقت، ما نصنع وقد كتب علينا أن نهيم على وجوهنا في هذه الجبال وفي الصحاري مطاردين ومظلومين؟ وأنت ما الذي جاء بك إلى هنا؟ كيف انضممت إلى هذه العصبة؟ لم تدفع ما عليك حتى الآن يا بقال الشؤم. لا أجد ما أدفعه لك، فالناس لا تملك ما تشتري به، فحال السوق كما ترى وحال الناس لا تخفى عليك. وهذه المرأة، هل ستأخذ الفاكهة بالدعاء لك أم ستدفع لك مالا؟ بل ستدفع الفاكهة لا تباع بالدعاء. وأنت أتخدم في جيش الخليفة بالدعاء أيضا؟ ألا توجد في قلبك رحمة يا رجل؟ تأخذون ما يجنيه المسكين تظنونه حلالا لكم، وأنتم تأخذونه حراما؟ اسكتي قبل أن أقطع لك لسانك. سأدفع، دعها وشأنها. لا تعلمني أنت وهذه الشمطاء عملي أيها السفيه. عرفتك يا أخي مذ صحبتك في القافلة، رجلا طيبا خدوما، وقد عرفت فيك التقوى، ولكنني لا أزال أختلف معك إن شئت قل في مشاربنا. نعم، فأنت تتحدث بأمور لم أسمع بها من قبل، وقد عرفتني بقوم لولاك ما كنت قد عرفتهم، فما هو خبرك يا عطية؟ اعلم يا أخي أنني على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ومطلوب من جند الخليفة، وقد صحبتكم في القافلة كي لا يكشف أمري فتتصاعب أموري مع الحرس والعسس والعيون. ألا تخشى من إفصاحك لي بهذا؟ لا، فبعدما صحبتك وجدتك أهلا لأن أودعك سري، فلك قلب طيب وأخلاق حسنة وسلوك أراه توفيقا من الله. أشكر حسن ظنك، فلم أرى منك إلا جميلا، ولكنني ما زلت مستغربا ما يفعل بكم هؤلاء، أعني ظلم بني أمية لك ولأمثالك. ما الذي رأوه منكم يا أخي؟ ما الذي فعلتموه يستوجب كل هذا؟ تعال معي إلى السوق يا أخي لنشتري لأهل بيتي بعض الحاجيات. هل سيتأخر كثيرا يا أمي؟ فلتدع الله يا بني أن يعود لنا سالما. يا رب. ما اسمك أيها الفارس؟ صخر. اسم جميل، وماذا تعمل؟ حدادا،
مثل أبي نعيم، عمل جيد وحسن. مس بدر، كيف دخلت إلى هنا؟ وما الذي جاء بك؟ كل الأبواب مفتوحة أمامي، ثم جاءت بي قدماي. هيا هيا اخرج، هيا 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 قم من هنا. هيا يا أخي يا زهير، هل يمكن أن تدع؟ حسنا كما تشاء. هيا يا مزبد. يا مزبد تفضلوا شاركني الطعام. لا يصح الطعام إلا مع الكرام وليس مع اليام. وفيلسوف. هذا هو السوق يا عطية، ماذا ستشتري لأهل بيتك؟ لا أدري يا مانع، زوجتي في حملها الثاني، وقد بدأت منذ اليوم أفكر في صعوبة تربية هذا المولود. أعادك الله لهم سالما يا صديقي. من منكم عطية الهلالي؟ حصرنا الأمر بأحدكما، وإن لم يعترف أخذناكما معا، وذهب أحدكما بجريرة الآخر. من منكما عطية؟ أنا عطية الهلالي. خذوه. انظري يا خالة كيف تبدو، من هنا كمها طويل ومن هنا كتفها منسدل قليلا. لا عليك شيماء، أحضري علبة الدبابيس. حاضر. تقول إن مقاسك تبدل، وهل يعقل أن تطول يدي؟ انظري. ستعجبك حتما، أنا واثقة من ذلك. لماذا تتركين نذهب بعيدا في حارات الكوفة ما دمت تتقنين الخياطة؟ لست أدري يا ابنتي، ربما العمر وربما النظر. أطال الله عمرك، علمينا أنا وشيماء. حجاً مقبولاً يا أبا المستهل. منا ومنك يا أخي يا ورد. إن شاء الله. ألم تشتاق لأهل بيتك؟ إنهم في قلبي وعقلي دائماً، ولكن لابد أن يلامس الروح وهج من لهيب الشوق يا ورد. الله، مشكلتي أنني أحادث شاعراً مفوه، لا أستطيع أن أجاريه. تفضل كل. بسم الله. تفضل. أبي، بإمكانك أن تذهب إلى ميدان المبارزة. الحمد لله على سلامتك. يعني أجهز نفسي. وهل عهدتني أن أقول ما ليس فيك؟ ما رأيك بأن أزوجك؟ تزوجينني؟ ليس قبل أن أطمئن عليك يا ابنتي. أنا ذاهب مع صخر. إلى أين؟ إلى البحيرة، نتمشى قليلا، نتحدث قليلا، نستمتع كثيرا. هل ستدعه يرحل عن قريتنا؟ وأنت، أنت ماذا تريدين؟ أنا؟ لا شيء البتة. فهمت فهمت فهمت. قلت لكم لا أعرفه، لم أتعرف عليه إلا في الحج. هل على الحاج أن يتعرف على كل الحجيج؟ جعلكم الله من أغبياء. Oh!
حمدا لله على سلامتك يا أبا مسلم. سلمك الله يا أم مسلمة. بك يا عطية، منذ عدت وأنت شارد قلق في نومك وجلوسك. لا شيء، لا شيء، كم أنت لحوحة يا امرأة، منذ عدت وأنت تسألين ذات السؤال عشرات المرات. لأني أراك لا تأكل ولا تنام. أهناك امرأة أخرى تشغلك عني إلى هذا الحد؟ تزوجها وأرحني. هذا كل ما يشغل بالك؟ وما الذي يشغل بال الزوجة غير زوجها وأولادها؟ استرح وارحمني يرحمك الله. اطمئني، لا هذا ولا ذاك مما يدور في رأسك. أتمنى أن يكون عطية قد وصل إلى بيته سالما ولم يفتضح أمره في الطريق. جئتكم بأبي المستهل، تفضل. الحمد لله على سلامتك يا أبي. الحمد لله على سلامتك. سلمك الله يا أم المستهل، سلمك الله يا ولدي. تمنيت لو كنا معا في حج هذا الموسم، ولكن لا بأس. أسأل الله أن يقسم لنا فريضة الحج في العام المقبل. إن شاء الله، إن شاء الله. صحبتنا معك ستكون خير صحبة يا أبا المستهل. هؤلاء قسيسون ورهبان، هنا عالم لهم، يقعد إليهم في كل سنة يوما واحدا يستفتونه فيفتيه. لقد دخل محمد بن علي إلى بهو القساوسة والرهبان. اذهب وراقب ما يدور وأخبرني بما تراه وتسمعه.